السلطات الموالية لروسيا في خيرسون تقول بأنها قامت بإجلاء كل السكان من هذه المدينة بسبب هذا الحشد الأوكراني الكبير من أجل استعادتها مرة أخرى من قبل القوات الأوكرانية. يعني المسؤول الموالي لروسيا في هذه المدينة يقول بأنهم أجلوا أكثر من 70,000 من السكان. فبماذا تعلق على هذا الخبر؟ واضح أن روسيا تتخذ يعني السكان في هذه المنطقة كدروع بشرية للحفاظ على المكان ضد يعني محاولة الجيش الأوكراني استعادة هذه الأماكن وهذه الأراضي التي تم اغتصابها. فهؤلاء المدنيين في الغالب هم قادمون من روسيا وليسوا مواطنين أوكرانيين في الأصل. يعني استهداف المدنيين من الطرفين أمر الحقيقة غير مقبول، وأنا لا أتوقع أن الجيش الأوكراني سيستهدف المدنيين في محاولته لاستعادة الأراضي المحتلة من الجيش الروسي.